الحمد لله. في جيل برمضان دونك وان كوب باش نحكيو على الفيلاج الاس اس او اليوم. صباح مرحبا بك سا. وبيك شكرا لك دعوتنا. يعيشك شو هو اس اس او سا للي ما يعرفش؟ SSO, c'est une organisation qui supporte les startups. Startup Supporting Organization, en anglais. C'est des structures d'accompagnement de ces femmes. Voilà. Quelle que soit leur nature. ou des تنظيم ou les sponsors يعني اقترحنا عليهم انه يعملوا قريه قريه للهياكل هذيا اللي هي هياكل تاثير اما هياكل الجهات تمثل جهات الجمهوريه الكل خاطر الناس الدارج انه الناس تعرف فما برشا حيويه في تونس العاصمه صحيح اما فما برشا مؤسسات زاده تخدم خارج تونس العاصمه في الجهات والفيلاج هذايا فيه 10 مؤسسات والعشرة مؤسسات معتمدة لدى سمارت كابيتال سو سون توس دي اس اس او كي سون ريكونو كوم بارتنير دو سمارت كابيتال وحابين الناس تقرب لها وتعرف عليها وتعرف على انشطتها وانجازاتها خاطر المنجز نتاعها زاد محترم في السنوات هذيا في لي دو تخوا ديغنيغ زاني برشا خدمة صايرة في الجهات وذاك هو الهدف دونك ماذا بينا نداء مثالش من بعدك الناس تزورنا والناس اللي عندها افكار ولا تحب تعمل دي ستارت اب دون لي ريجون راهو فما دي ستركتور كي بوف لو فير كي بوف لي اكومباني. واضح. هذايا دونك اليوم القريه يلقاوها هوني في 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 رياده دونك في دورته العاشره في مدينه الثقافه. هذه فكره باهيه يعني وان ستوب شوب يعني في بلاصه واحده تنجم تلقى كل او اغلب دونك ما عادش كنجم تلقاهم الكل. سنا سا دالي سا نسي بيلوت فوالا جربوا بوك هذا البوك بوك بالضبط بروف اوف كونسبت بوك. سنا كان نجحت العمليه عندنا تطمينات اونتر كيمي انه ان شاء الله الفيلاج يبدا اكبر العام الجاي والقاعده تتوسع. اونتر بارونتيز اللي يمشي يزورونا الكل يبا يفوار ان تيراج او سور اي شاك ستركتور مش تاخذ ان او دو انتربرونور من الريجون نتاعها فا لوغ اوفخير ان بروغرام داكومبانيمون ديديي. فوالا باهي هذا اذا بالنسبه للقريه هوني. فماش حاجه اخرى لازم يعرفوها قبل ما نمروا لضيف اموال؟ فما دي بانيل احنا بون بالنسبه لبرشا فينا من لي ستارت اب دي ريجون فون انيمي دي بانيل على لونتربرونيا فيمينان ولا على دوتر تيماتيك. سا بروف كو يا دوسي دو لا دو بروفيسيوناليزم دو سافوار فير ميم على الانتيريور. شكرا لك يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم الصباح. انتم يعطيكم الصحة وفغي سونس دو تام يكثر خيكم لان نعرف عباد تحاول تجيب افكار. هذه فكرة يعني غدوة بوجودك ولا وجودنا ولا لا فكرة تتواصل ان شاء الله معناتها نحاول نأمل انه الجهات زاد يكون عندنا دي زيكو سيستيم ديناميك في خلاف تونس معناها ومختصين خلاف تونس العاصمة. بارك الله فيكم. شكرا لك يعطيك الصحة سي جلال بن رمضان على حضورك معنا اليوم الصباح. توت سويت نمشيو معنا سي محمد علي نادي.